الله يحيى، تفضل. أحييكم وأحيي جميع الزملاء أيضا في الاستوديو، وأثني التحية أيضا لمستمعي برنامج وجه المساء عبر إذاعة الرياضة. ميكروفون الإذاعة في وجه المساء في هذه اليوم في جولة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خميس مشيط. يسرنا الآن أن نلتقي بمدير المكتب وهو الشيخ عبد الكريم بن حسن المشهور. حياك الله الشيخ دكتور الشيخ عبد الكريم. الله يحييك، حياكم الله وياك. الشيخ عبد الكريم، ما هو الجديد لديكم في دعوة غير المسلمين، خاصة وأنتم تتواجدون في محافظة خميس مشيط ويكثر فيها الوافدون؟ أولا بادي أبيد فأحمد الله عز وجل وأشكره وأصلي وسلم على رسوله. ثانيا الشكر حقيقة لإذاعة الرياض على هذا المنبر الجماهيري الذي أتاح الفرصة للمكتب أن يتحدث في هذه الدقائق المعدودة، راجين الله عز وجل التوفيق. والشكر موصولا لأخي يحيى السالم من عسير الذي جاد بوقته جزاه الله خير أن يكون للمكتب في هذا مجال. بالنسبة لهذا السؤال حقيقة سؤال مهم جدا، والمكتب يعتني اعتناء مهما جدا بالمسلم الجديد، وله من البرامج ولله الحمد التي قدمت وتقدم وستقدم وأصبحت نوعية، وحتى أن أصبح عدد المسلمين أكثر من 4300 مسلم ولله الحمد منه. من البرامج المهمة حقيقة اللي هو الاحتفاء بالمسلم الجديد، فقد أقيم في الأسبوع الماضي احتفاء بهم وحفل خاص بالمسلم الجديد يوم الجمعة من الصباح إلى ما بعد صلاة العصر، وكان فيه اجتماع مبارك حقيقة، وأسلم في ذاك اليوم أكثر من 30 شخص وامرأتان بفضل الله عز وجل، لنوعية توفيق الله عز وجل أولا، ثم لنوعية البرنامج الذي قدم. فهناك عناية مهمة جدا في متابعتهم، في زياراتهم، في التواصل مع الكفلاء، في الأخذ بالأسباب، في أن تعرض رسالة دين الله عز وجل عليهم من باب براءة للذمة ولتحقيق المنفعة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك الجهود. جميل. إذا المكتب بلا شك في أن له دور في تنمية رعاية الشباب من النواحي الفكرية، فما هو دور المكتب في هذا المجال؟ المكتب لله الحمد يحتل زعامة كبيرة بفضل الله عز وجل في هذا الجانب، ولذا المكتب يمضي بخطة خمسية ونحن في السنة الثانية منها، وله 10 أهداف استراتيجية. الهدف الثالث منها اللي هو تكثيف البرامج الشبابية وتطوير آلية التعامل مع الشباب، وهذا هدف استراتيجي في المكتب، خوفا على أبنائنا من الانزلاق في الانحرافات الفكرية لما تمر به الساحة الآن من تهجير وتكفير وغيرها من الأمور. ولذا فالمكتب له 4 مشاريع رئيسة مهمة جدا نوعية في الاهتمام بالشباب أسبوعيا، وهي القوافل الدعوية، برنامج نفع، منتدى الرواد، وكذلك الدور الرياضي. وبهذا ولله الحمد في تواصل مع أمارة منطقة عسير مشكورة حقيقة في التوجيهات وأعطى الإذن، كذلك المحافظ ممن يحضرون تتويج مثل هذه البرامج في نهاية العام، وهذا البرنامج يركز على تثقيف الشباب وتوعيتهم لما يعود عليهم بالخير لدينهم ولبلدهم، سائلين الله عز وجل أن يسدد الجميع لكل خير. شيخ عبد الكريم، المرأة لها دور كبير في المجتمع، بودي أتعرف على نصيب المرأة في تفعيل أنشطة وبرامج المكتب. لا تقل شأن المرأة حقيقة في الاهتمام بها، بكون أنها نواة مهمة حقيقة في مسألة نشأة الأسرة، النشأة الإيمانية الإسلامية الصحيحة، ولذلك فالمكتب له من البرامج الخاصة بالمرأة، سواء خاصة بالفتيات تخصيصا أو بالنساء عامة، ولدينا برنامج نوعي يرتب الآن بقوة في خاص بالمعلمة المربية في مسألة تقويم سلوك البنات وتوجيههم في على الأمر الذي يعود عليهن بالنفع والله الحمد. فالمرأة المكتب يعتني بها في برامج كثيرة مثل الأيادي البيضاء، مثل منتدى الفتاة، وغيرها من البرامج التي تسعى في تثقيف المرأة أيضا تقوم بدور كبير جدا أيضا حتى في مسألة تحقيق العشرة أو حسن العشرة في المنزل، وكذلك في توجيه البنات وطاقات البنات. فالله الحمد المكتب يقدم برامج نوعية في هذا الجانب والله الحمد، نسأل الله التيسير. شيخ عبد الكريم، كسؤال أخير، جهودكم الحقيقة تذكر فتشكرون عليها، وهي ضمن المكاتب الأخرى في المنطقة أو في المناطق الأخرى، لكن ماذا يتميز به مكتبكم من برامج توعية عن المكاتب الأخرى؟ حقيقة المكتب والله الحمد من أهدافه الاستراتيجية مسألة بناء الشراكات، والمكتب الآن يعمل بشراكات، وذلك هدف الثامن عندنا في الأهداف الاستراتيجية 10. الهدف الثامن في بناء العلاقات مع المؤسسات الأخرى
الخيرية وغيرها الحكومية والخاصة وغيرها. والمكتب لله الحمد لله اجتماع شهري مع المكاتب الموجودة في المنطقة هنا، خاصة في مسألة توحيد الجهود وتكثيف العمل بما يعود بالنفع بإذن الله عز وجل في المحافظة وغيرها. فالمكتب له شراكة قوية جدا مع المكاتب التعاونية في المنطقة وخارج المنطقة، والآن هناك مما يدار من العمل على مستوى المكاتب على مستوى المملكة ولله الحمد، في جانب ما يخص مثلا الأعمال الإدارية، الأعمال الدعوية، الأعمال الشراكة الدعوية وغيرها من الأمور. كذلك لم يتقيد المكتب فقط بالمكاتب التعاونية، ولو أنها ولله الحمد يعني يتزعم هذا الأمر، وأقول هذا فخرا ونشكر إخواننا حقيقة في المكاتب الأخرى من التعاون الذي وجدناه هنا حقيقة فيما يعود بالنفع حقيقة في هذا الجانب. ومن الأعضاء الذين يحضرون في مثل هذا اللقاء الخاص بالأعمال المكاتب التعاونية مدير الدعوة في فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة عسير، يحضر الاجتماع شخصيا ومشكورا حقيقة، وأدى الثمار لله الحمد كبيرة جدا ومثمرة. وعلى مستوى المؤسسات فالمكتب الآن الحمد لله عد برنامجا في شراكة بين المؤسسات في محافظة خميس مشيط جميعها، حضرها قاضي استئناف عسير ورئيس مجلس المكتب الشيخ جبران الفيفي بإذن من فرع الوزارة، ولله الحمد فالمكتب ولله الحمد هيئ هذه الظروف والعمل قائم ولله الحمد منها. الشيخ عبد الكريم بن حسن المشهور وهو مدير مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط، أشكرك على هذا اللقاء وأتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم. نحن نشكركم بدورنا حقيقة على هذا الاهتمام حقيقة وعلى هذا المنبر الجماهيري الذي هيئ هذه الفرصة للمكتب أن يبين بعض أعماله في على عجالة. أشكر لك شخصيا اهتمامك، ونشكر للإذاعة اهتمامها ورعايتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشكر أيضا موصول لمستمعي الأعزاء وللزملاء في الاستوديو، والميكروفون يعود للزملاء.